بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعرفوا ان هذه منطقة الساحل الشرقي عامة من دبا، من بداية دبا الى غاية كلبة. هذه كانت طال عمركم غنية بالصيد، غنية بالقيض، وكانوا يوفدوا اليها الناس كي يقيضوا فيها. فبنتكلم عامة عن القيض والمشتة. فالمشتة اللي هو وقت الشتاء، وقت الشتاء يكونوا مستقرين في البيوت، كانت البيوت مستقرة مثل المخازن مثل الكراين، لكن ينتقلوا إلى فترة الصيف. فترة الصيف اللي هي عبارة عن مثل من شهر 5 إلى 6، خلال شهرين تستغرق شهرين ونص. فعند بدايتهم قبل لا انتقالهم من هناك يجهزوا يتهيئوا إلى انتقالهم إلى منطقة هذه تكون قريبة من البحار وقريبة من النخيل. وهذه كي يعني قد يسأل السائل كيف كانوا مستقرين في فترة الشتاء في المشتة وينتقلوا إلى الصيف في أماكن مثل يعني العريش. العريش هذا يبنى من السعف، كله من السعف، من سعف النخيل. فقبل ما يعني يفكروا انتقالهم يجيبوا هذا الزور من النخيل ويزفنوه، يجمعوا الاهالي ما يكلفهم، لو يعني مثلا يكلفهم اجره فكثير منهم ما بينتقلوا. ليش؟ لانهم قليلين يعني ذاك اليوم المبالغ. فهم يتساعدوا الاهالي هذيلا، كانوا مساعدين على الخير. فاي مثلا يطلب من 5 6 يو 10 يو 10، اللهم يوفر لهم بس الاكل والمشرب. ويتجمعوا ويزفنوا هذه الدعون، وهذا بعد ما يزفنوا الدعون يفلقوا الجذوع هذه ويسووا العريش هذا ويجهزوا. يجهز هذا الانسان اللي بيقيض، جهز لي اليوم، خلصوا من عندك، بكره طلبهم الثاني، انتقلوا لين الثاني وجهزوا لين اهل المنطقه كلهم اكتملوا. بعدين قالوا يا جماعه احنا حاسبين حساب اهلنا اللي هم القياضه هذه كانوا يوفدوا الينا من مناطق بعيده. نحن ما نعتبرهم قياضه، نعتبرهم اهلنا، لانهم بعضهم معظمهم قرابه. زين، ايوم من دبي، ايوم من الشارقه، ايوم من راس الخيمه، من عجمان، يوفدوا الى المناطق الساحل هذا، الساحل الشرقي، لانه كان غني بثرواته البحريه. وعندهم طال عمرك في ناس متفاهمين وياهم اللي هم المكاري، اصحاب الركاب هايله، عاطينهم خبر انه احنا بشارة كذا كذا انتوا تجونا. كل واحد يجي له مثلا هذا صاحب المكري، هذا صاحب البعير، ويجيبه من راس الخيمه، من دبي، ما كانت السيارات متوفره، قليل السيارات يعني، كانت على عدد الأصابع، لكن معظمهم يجوا على ركاب زين من هناك. وهذا يا من هناك هذا الرجال اللي متعود يقيض عنده يلقاه مجهز ليه العريش ومجهز ليه السكن، وهذا كل شيء ذهب، واستقبلوهم بالترحاب. هذولاك جايبين ما شاء الله عندهم الهدايا من عيش، من رز، من أشياء كذلك. يوم يسيروا بعد منا من يخلصوا المقيض هذيلا بعد يعطوهم هدايا مثل المالح، مثل الكسيف، مثل زين ارطب السح، يشلوا وياهم. مكثوا طال عمرك مدة القيض هذه تجمعهم في هذا المكان في وقت المقيض، تجمعهم. ليش هم تركوا منقول بلدهم وتركوا وهذيلا ترتوا المشتة اللي كانوا مستقرين فيه؟ لأنه هذا يتميز بالألفة. الألفة هذه تجمع بينهم على المحبة، تلقى الحريم يتقهوى بروحهم زين وقت الصباح، وتلقى الرياييل بروحهم، وتلقاهم متحابين. واللي يروح النخل يبرطب من الحريم زين، واللي يروح الرياييل يسيروا طال عمرك يذهبوا إلى البحر ويجيبوا الصيد ويتقاسموا. حتى إذا كان مثلا اللي ما عنده حلا، اليار يزقر على ياره، محتاج شيء يحلى ولا شيء ولا هذا يعطيه، كانوا متحابين مع بعض. وهذه بعد ما تخلص طال عمرك فترة المقيض هذه، بنقول يعني ما تتعدى عن شهرين ونص كذي تقريبا، شهرين، ما بين شهرين ونص، وبعدين يرجع كل إلى محله.
هذول اهل البلاد يرجعوا الى المشتة، وهذولاك يرجعوا الى بلدهم، واعتبروا انهم هني ليس غريبين، ليس غريبين ولا تغربوا، بالعكس لما يفارقوا هذول اهلهم اللي هني القياد هاي لا يصيروا يبكوا هاي لا بعد يبكوا عليهم، يقولوا ان شاء الله نتلاقوا وياكم مثل هذا الموسى. لكن هي في فتره القيض بيستوي موسى مرطب هذا يستفيد منه القياد اللي جاي لنا من برا، نحن ما نعتبرهم خارجين عنا، هذول اهلنا حتى معظمهم قرابه يعني، ويو هذا عندك وهذا عندي وهذا عند الثاني، لكن ايو عارفين انه انا بيع عند فلان، وهذا عارف انه انا بوقت لهذا مواسم القيض انا اعد العده واجهز لهذا المسكن، ويكون الرجال يجي بعائلته ويلقى مسكن وجاهز. فكانت يعني يقيضوا يعني هم محبتهم الى الالفه، يعني مثل ما تكلمت سابقا انه القيض يجمعهم على المحبه ويجمع الشمل، مثل العرش هذه موسم القيض يتجمعوا هنا، حتى تلقى مسكن القيض ما تلقى لي حوش، ما تلقى لي باب، لا مفتوح هذا العريش اللهم وبابه وهناك بابه حتى يتزاقروا، ها فلان تعال ابوي تقهوي من عندي، هذا يقول مثلا يبغى يساعده على شيء، تعال ابوي يساعدني بشيء محتاج اليك. مثل ما تكلمنا الأشجار هذه كانت مزروعة من الأول، مثل النخيل، مثل الهنبة، مثل اللومي، مثل هذا كانت مزروعة من الأول، لكن هم هني رغم أنه حاجتهم لكن هم يغضوا عن البيع حتى ويتقاسموا ما بينهم، مثلا أنت عندك مزرعة أنا ما عندي مزرعة، لكن أنا ما بأكل إلا أول أتأكد من ياري هل هذا عنده أو ما عنده، هكذا محبة كانت بينهم. هذا القيادة لما يجوا زين جايبين ما شاء الله الهدايا من رز من زيت من هذا من أشياء، هم بعد مثلا يوم يروحوا من هني هذه يهدوهم مثلا التمر، يهدوهم الهنبة، يهدوهم ما شاء الله المالح، وهكذا يصيروا متحابين مع بعض يعني. حتى يسيروا هذولا من هنا زعلانين حتى البكوة يبكوا، وهذولا كذلك اللي يودعوهم من هنا الأهالي أهل المنطقة كذلك يبكوا عليهم، فما يعلم هذا السنة الجاية يتلاقوا في المجمع هذا أو ما يتلاقوا، فهكذا كانت المحبة بين الناس. بالنسبة للقياضة هذيلا عندما يجوا بالمواعد المحددة، طبعا هذه المواعد المحددة هم هذيلا عندهم مثلا بنقول أصدقاء من المكاري، يسموهم المكاري أصحاب الركاب، هذيلا اللي يجيبوهم من هناك يسموهم المكاري، فعندما يجوا من هناك جايبين عتادهم وجايين إلى المنطقة هني يستقبلوهم الناس هنا، يستقبلوهم بالفرح، يستقبلوهم هذا وينزلوا عنهم حاجاتهم، ويجوا هذيلاك جايبين الهدايا ويقسموها على رعاة البلاد، كذلك يوم يجوا رايحين هايلة بعد المقايض يعطوهم بعد هدايا هايلة من تمر، من مالح، من كسيف، من لومي، من هنبة، لأنه كانت المنطقة غنية بهذه الثروات البحرية والبرية. القياض لما انقطعوا من المنطقة المنطقة هذه بسبب العمران اللي صار والتطور، لكن رغم هذا أنهم هم ذاكرين المعروف وذاكرين العشرة، فتلاقيهم يعني دائما باستمرار
ايوا على المنطقه، زوروا المنطقه هذه حتى يعني، وخاصه اذا استوى عزاء، اذا استوت مناسبه او شيء يعزموهم. لا زالت التواصل بينهم مع الساحل الشرقي اللي كانوا يعيشوا فيه وكانوا يكنوا له كل التقدير والمحبه ولاهله، وهم كذلك هذول يكنوا لهم الاحترام والتقدير لانهم هم قياض، لكن احنا ما نعتبرهم هذول اجانب، هذول نعتبرهم اهلنا، معظمهم اقارب، اقارب يعني بعضهم بعض، ومعظمهم اللهم معرفه، لكن هم ما ناسين هذا المعروف، وكذلك الجماعه ما ناسين محبتهم والفتهم بينهم، حتى لما كانوا يغيضوا هني ويشاركوهم، يشاركوهم بصيد الاسماك، يشاركوهم مثلا اذا صار فرح، يشاركوهم بحزن، وهكذا كانت المحبه بينهم، ولحد الان هم كانين لهم هذه المحبه ولا ناسين هذا الشيء. مثلا الحين بالحاله هذه اللهم لك الحمد، التواصل بالتليفون، التواصل مثلا اذا صار مثلا مناسبه عزاء، مناسبه فرح، مناسبه تلقاهم موجودين، موجودين قريبنا، هم بعيد لكن قريب منا، وهكذا طال عمرك. لو ما كانت الالفه والمحبه السابقه حتى تلاقي يعني الحين الاجداد راحوا، الاباء مثلا حد منهم باقي، حدهم باقي، لكن الابناء، الابناء تعرفوا على بعضهم بعض، لانه هذا كان صديق ابوي، ابوي كان يغيض الساحل الشرقي هذا زين، وكانوا الجماعه هذيلا طيبين وياه، وكانوا يعني على المحبه والالفه، ونحن هذا ما ننسى معروفهم. يقول مثلا صديق ابوك صديقك، وهكذا يعني. بالنسبه لان المقايض هاي اللي هناك بعد انتهاهم من هني، بنقول بثلاث ايام، بخمس ايام، ثلاث ايام، يخبروا الجماعة ترى احنا بيوم الفلاني احنا ان شاء الله متوكلين ومروحين. شو يسووا اهل البلاد؟ البلاد طال عمرك اهل البلاد يجيبوا لهم، هذا جايب التمر، وهذا جايب الكسيف، وهذا جايب العوال، وهذا جايب المالح، وهذا جايب اللومي، وهذا جايب وجايب، يعطوهم الهدايا مثل ما هم جابوا الهدايا لهم من رز، من اشياء، من هذا، كذلك هم بعد يبادلوهم بهذه الهدايا. وعندما عارفين موعدهم متى بيصيروا، ياهم المكري هذا ركاب عاطينه خبر ان احنا بيوم الفلاني رايحين، ويو طال عمرك يحملوا عتادهم وسامانهم والهدايتهم على الركاب، ويو اهل البلاد ويودعوهم، حتى يودعوهم بالبكى بعد، هذا راكبكم من هنا وهذا من هنا، وان شاء الله ان شاء الله الله يؤلف بيننا، ويؤلف بيننا ان شاء الله مثل ما ألف بيننا السنه، يؤلف بيننا الحول، وان شاء الله هذا مقيضك، وان شاء الله بيكون جاهز لك مثل ما تعودت تي، وان شاء الله احنا على استعداد. القياضه ما كانوا يعني هم غريبين على الدار، كانوا مشاركين بكل شيء مثل ما تكلمت، بصيد الاسماك مشاركين، حتى برحله الغوص مشاركين، بالمده هذه اللي هم يكونوا فيها هني ما يكونوا غريبين. حتى منهم يصنع القراقير، هذه القراقير من سعف النخيل من العزق، كانت القراقير قبل الاسلاك الحديديه كانت تصنع من اسعاف النخيل من العصق زين، هذه القراقير ولحد الان ما يودع عندنا بالتراث، وكانوا هم يصنعوها شاطرين بهذا، وعندهم معرفه مثل حياه محمد الشري الله يرحمه من راس الخيمه زين، كان يقيض عندنا احنا بالدار ويصنع هذه القراقير، وكان يتوحها هنا واحد من الرمس تاح القرقور، والقرقور استوى موي وشلوا القرقور، وحتى قالوا ليه كيف، وبكى على القراقير ماله، قام يبكي يعني خسر وايد، قالوا ليش تبكي؟ قال الله ان شاء الله بيعوض، قال يقول كم الله بيعوض، لا قرقور ولا قرقورين، وهكذا يجيبوا المثل هذا الشياب لحد الان. بالنسبة للمشاكل اللي كانت الصادف القياضة بيئتهم وسيرتهم، هم قطاعة الطرق
يطلق عليهم قطاعة الطرق هذيلة يشدوا للناس هناك بنادق مش اتفاق. لكن هذا المكري صاحب الجمل هذا اللي ينقل القايض هذا ويجيبه حاسب حساب الشيء هذا، فما تلقاه لا ما يجي الا البندقيه تحت باطوني، لانه على هذا الجماعه اللي يو هنا هو متحمل مسؤوليتهم، اي شيء يحصل لهم بسيرتهم بيتهم هو المسؤول، عارفين انه فلان اللي جايبهم جاي منهم وفلان اللي بيرجعهم، فهو حاسب حسابه ما يجي الا بسلاحه، لانه عارف انه ما في امان، ما في امان قطاع الطرق. كانت عندنا في المنطقة الشرقية هذه المشهور رطب الشل، حتى القياض يوم يجوا هناك يقولوا احنا بنقيض دبا وبنشوف قيضها، يضربوا فيها المثل دبا عامة الساحل الشرقي خاصة. مشهور عندنا طال عمرك الشل والخنيزي والصلاني وقش خصرة وقش بن زامل الأخر هذا والهمبة واللومي والرويد، النخيل هذا يفسلوه منه فيه، اللهم في منخلة مثلا فيها صرم صغار هاي يقصوا من النخلة هذه ويفسلوه، حتى إذا طاحت النخلة هذه الكبيرة النخلة ما يودى الصغيرة هذه، فيأخذوا منها مثلا من هذا الصرم، واللي النوعية اللي ما عندهم هذا بعد يجيبوها من منطقة ثانية، يجيبوها من منطقة ثانية ما عندك أنت تجيب عند جارك النوعية مثلا، ما عندك صلانة تجيب عند ربيعك، كذلك هو ما عنده ياخذ من عندك، وهذا كانوا متساعدين يعني. بالنسبة للقياضة هذيلا نحن استفدنا منهم وهم استفادوا منا، هم استفادوا منا مثل صيد الأسماك مثل هذا، مثل احنا استفدنا منهم الصناعة الحرفية مثل القراقير هذه اللي هي من سعف النخيل العسق، قليل من الجماعة اللي يعرفوا، لكن تعلموا منهم من الجماعة القياضة هاي الليو وخذوا خبرة، لحد الآن في ناس من المنطقة فهموا هذا الشيء ويصنعوا، لحد الآن عايشين شياب عارفين من وين تعلموا الحرفة من القياضة هذه، لأنهم عندهم كذلك البنا، البنا عندهم شطارة وعندهم خبرة، مثلا أهل البلاد هنا ما عندهم خبرة إلا بنقول مثلاً بناية أشياء بسيطة مثل العرش مثل المخازن مثل هذا، لكن مثل الأسمنت وهذا في عندهم خبرة مثلاً هذا استفادوا منهم. بالنسبة للقياضة اللي كانوا أهلنا بنقول ما نطلق عليهم القياضة اللي يهنا، نحن استفدنا منهم في صناعة البيوت مثل المدر هذا، صناعة القراقير اللي هي تصنع من سعف النخيل من عزق النخيل، كذلك من أشياء الميادير هذه اللي يصاد فيها مثل يراير مثل هذا أسماك، في عندهم خبرة، كذلك هم بعد استفادوا وفي تعاون وفي قرابة وفي هذا، ما في كان تفرق يعني، لحد الآن الجماعة هم بعيدين واللي راح الله يرحمه منهم ومنا زين، لكن أهاليهم وهذا ما ناسين المعروف ويتزاوروا ويتزاوروا عند أهل المنطقة، لحد الآن ما في نسيان مع الأقارب، أقارب بنقول القياضة اللي كانوا يهني أيونا بمناسبات الفرح والحزن مثل العزا مستوي أو شيء أيو ما يقصروا، وهكذا طال عمرك استوت المعرفة واستوت المحبة والألفة بين الناس بسبب التقارب والتآلف والتجمع اللي كان يحصل في المقايض. بالنسبة لمنطقة جبل حصن كانت مثل ما تكلمنا يعتادوا عليها
القياض ولا الزوار وكذا، لا لكن لا زالت في تطور حصل. نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر حكومة دولة الإمارات والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الله يطول عمره اللي ما قصر. وتعالوا نحن ندعو للناس يشوفوا هذه المنطقة الجميلة الجذابة الغنية بثرواتها، لا زالت هذه فيها العطاء، فيها العطاء وفيها المحبة وفيها العادات والتقاليد، لا زالت بعدها.